مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ فقرتنا بمجموعة من الأخبار والموضوعات التي حدثت بالأمس، ويمكن أهمها أو أبرزها تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى مصر، وكمان تسليم سيادته رسالة خطية من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ واللي هتنعقد في ديسمبر المقبل COP28. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى مصر، ورحب الرئيس بالسفراء الجدد وأعرب عن التمنيات ليهم بالتوفيق في أداء مهامهم بالقاهرة، وكمان أكد على حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في جميع المجالات واستمرار التواصل والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أكينومي أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي والوفد المرافق له، ورحب الرئيس بتطور علاقات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، وأعرب عن تقديره لدور البنك في دعم القطاعات التنموية بالقارة الإفريقية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات، وخلال اللقاء تسلم الرئيس رسالة خطية من أخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات تتضمن دعوته للمشاركة في القمة العالمية للمناخ COP28 المقرر أن تنعقد بمدينة دبي في شهر ديسمبر المقبل، مع تأكيد حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الإطار، خاصة في ظل نجاح مصر في استضافة القمة السابقة COP27 بشرم الشيخ على نحو نال تقدير العالم. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. وخلال الاتصالات تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة في دولة الإمارات الشقيقة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وأكد مدبولي حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل دائم بالنظر إلى أهميته لكونه يستهدف تطوير هذه المنطقة الفريدة اللي بتحظى بخصوصية لمختلف الأديان لكونها الوحيدة اللي تجلى فيها الله سبحانه وتعالى. وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ هذا المشروع الحضاري سيتيح تجربة سياحية مميزة للزوار من دول العالم. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمالية، وده في إطار وضع أسس مقبولة لتسوية المديونيات المستحقة للأطراف المعنية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة للشائعات اللي ترددت حول تقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة. وأكدت الحكومة أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للشائعة دي قبل كده إلا أنه لوحظ إعادة تداولها، وشددت على أن الموقع الإلكتروني المتداول لتلك الأخبار مزيف وغير تابع للحكومة على الإطلاق. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد بيان عملي للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، وده في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.